تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أربط كل عبارة بما يناسبها. حدث وطني، حدث ديني، حدث شخصي، حدث عالمي. لدينا أربع أحداث وهنا العبارات: يخص كل العالم، يخصني أنا فقط، يخص بلدي الحبيب، يخص المسلمين. إذن حدث وطني، وطني الجزائر، يخص أحسنتم بلدي الحبيب اللي هي الجزائر. نربط حدث وطني يخص بلدي الحبيب، وطني الجزائر. حدث ديني، ديننا الإسلام، أحسنتم يخص المسلمين. حدث ديني يخص المسلمين، ديننا هو الإسلام. حدث شخصي، شخصي يخصني، جيد، أنا فقط. الحدث الرابع حدث عالمي، عالمي هو كل العالم، عالمي العالم. إذن حدث عالمي يخص كل العالم، نربطها مع كل العالم. نراجع: الحدث الوطني يخص بلدي، وطني الجزائر. حدث ديني، ديننا الإسلام، يخص كل المسلمين. حدث شخصي يخصني أنا شخصي. حدث عالمي العالم، يخص كل العالم. ننتقل إلى التمرين الثاني. أكمل ملء الجدول. لدينا جدول فيه الحدث، نوعه والزمان. إذا لدينا الحدث الأول: دخول المدرسة. نوعه: هل هو حدث وطني، حدث ديني، شخصي أو عالمي؟ دخولي أنا، دخول المدرسة. إذا دخولي أنا حدث، أحسنتم، حدث شخصي. أكتب حدث شخصي. زمان الوقت، وقته هو سبتمبر 2019. إذا في سبتمبر 2019 دخول المدرسة هو حدث شخصي. ولدينا الزمان أول نوفمبر. ما هو الحدث الذي وقع في أول نوفمبر؟ أحسنتم، هو اندلاع الثورة. اندلاع الثورة في الجزائر، اندلاع الثورة، اندلاع الثورة في الجزائر، زمن أول نوفمبر. إذن هو حدث، أحسنتم، حدث وطني، كل الوطن، حدث وطني، حدث وطني، لأنه وقع في كل الوطن. لدينا 12 ربيع الأول، لدينا الزمن، نبحث عن الحدث. 12 ربيع الأول هو الحدث، أحسنتم، هو مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول، الحدث هو مولد الرسول، مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول، نوعه الرسول صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين. إذا هو حدث ديني يخص كل المسلمين، حدث ديني. مولد الرسول يخص كل المسلمين، إذن حدث ديني. نراجع: دخول المدرسة، مدرستي، أنا دخلت إلى المدرسة، حدث شخصي، تاريخه أو الزمن سبتمبر 2019. اندلاع الثورة في الجزائر في الوطن، حدث وطني، وقته أول نوفمبر. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يخص كل المسلمين، حدث ديني، وقته أو زمانه 12 ربيع الأول. ننتقل إلى التمرين الثالث. أرتب الأحداث التالية على الخط الزمني. لدينا الأحداث: عيد الاستقلال، دخول الاستعمار إلى بلادنا سنة 2019 ميلادي، اندلاع الثورة. لدينا أربع أحداث: حدث الأول، الثاني، الثالث، ولدينا الخط الزمني. نكتب الأحداث بالترتيب:
الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة. أولا يجب معرفة تواريخ الأحداث. إن لدينا عيد الاستقلال في أي سنة؟ أحسنتم، استقلال الجزائر في سنة 1962 ميلادي. دخول الاستعمار إلى بلادنا، يجب معرفة التاريخ. أحسنتم، هو في سنة 1830 ميلادي. سنة 2019 تاريخ السنة هذه. اندلاع الثورة، متى اندلعت الثورة في الجزائر؟ أحسنتم، في سنة 1954 ميلادي. إذا لما نعرف التواريخ يمكننا ترتيبها. عيد الاستقلال 1962، دخول الاستعمار 1830، 2019، اندلاع الثورة 1954. لدينا الخط الزمني، هنا نكتب الأحداث بالترتيب. ما هو الحدث الأول؟ 1962، 1803. ما هو العدد الصغير؟ أحسنتم، الأول هو 1803. إذا الحدث دخول الاستعمار إلى بلادنا. دخول الاستعمار إلى بلادنا هو الحدث الأول 1800. ثم لدينا 1962، 2019، 1954 يليه. أحسنتم، 1954 اللي هو اندلاع الثورة. إذا الحدث الثاني هو اندلاع الثورة. ثم الحدث الثالث، لدينا 1900 ولدينا 2000. 2000 هي الكبيرة. إذا عيد الاستقلال، عيد الاستقلال، استقلالي. الحدث الأخير سنة 2019، سنة 2019 ميلادية. يمكن كتابة التواريخ 1830 ميلادية، اندلاع الثورة 1954، ترتيب تصاعدي 1962، في الأخير 2019، ترتيب تصاعدي على الخط الزمني. إذا نعيد قراءة الترتيب. دخول الاستعمار إلى بلادنا الحدث الأول، اندلاع الثورة الحدث الثاني، عيد الاستقلال الحدث الثالث، والحدث الرابع سنة 2019. وهكذا رتبنا الأحداث على الخط الزمني. انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.